صباحو، صباح الخير، صباح النور، صباح الزين. نوضو 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 فيقو، احوالكم البنات، اخباركم، كي دايرين مع سيدنا رمضان؟ ان شاء الله ربي يقدركم عليه وتصوموا بالصحه والستر يا رب العالمين وتكملوه كيما كل عام. المهم البنات، انا بغيت نشارك معكم واحد الفصفه. ها بدات الهضره. على فكره للتذكير، انا هذا الفيديو راني مسجلته ماشي في رمضان، في الفطار، مشان هكا الا اللي تفرجه في رمضان ما يقولوش فاطمه ضربه غوجه لا راهي فاطره كالعاده والعوايد، راهم موالفين يديروا فيا البوليتيك. لا علينا. المهم انا بغيت نشارك معكم واحد الوصفه البنات، تهبل يعني تاع البدنجية. كيما تعرفوا الدنيا راهي غاليه صراحه، الواحد يمشي على قده. الدنيا راهي غاليه والغلاء راه بارتو، الاسعار راهي زادت بارتو في العالم باسرها على كل حال، ماشي غير في فرنسا ولا في الجزائر ولا، الناس كاع راهي تعاني من هذا الموضوع. الوغ الواحد يدير وصفات بسيطه وقدو نورمال، نسعفوا الحال اختي نسعفوا الحال، حنا خاطينا الزخ والفخ وكحلو كحلو. المهم جبت لكم وصفه الباتنجيل، جبت لكم واحد الوصفه تاع الباذنجال في الفول، على بالي بلي كاين بزاف اللي يعرفها، ماشي جديده ولكن للتذكير لعل ينفع المؤمنين. المهم وصفه بسيطه غير بالباذنجان، ديروها في الفور، تعاون وتزين الطابله وتشبع تشبع، انا وتجي خفيفه. المهم خليكم معايا، خليكم مع المقادير، ان شاء الله تعجبكم وتنال اعجابكم. المهم البنات يلا نجربوها. انا راني وجدت لكم المقادير الزينات، شوفوا ما نحتاجوش بزاف. اولا وقبل كل شيء نحتاجو الباذنجان، انا راني قطعته ودرته في الماء ودرت له الملح اللي جاوب ده شويه يكحلي، ودرته في الملح، درت له الماء درت له الملح كيما نعرفوا، وراني غسلته غادي ندخله للفور يتشوى نص شوي ماشي كاع. والمقادير تحتاجي هنايا نسحقو طوماطيش، انا قطعت حبه طوماطيش وحبه كبيره، شويه معدنوس وشويه قزبر خلطتهم، سنينه ثوم قطعتها واللي عندها ثوم بودغ ديره، وللتزيين عندك الفرماج، الجبن المفروم، المفروم حق يقولوا واه الجبن المفروم، والزيتون حبه زيتون للتزيين، ولي زيبيس هنايا تسحقي شويه راس الحانوت، شويه كمون، شويه فلفل حمراء، شويه هذاك كوري والكاري ولا كيسموه، شويه والحرور، فوالا على حسب ما بغيتي انت يا لي زيبيس. هادو هما المكونات، خلوكم معنا ندخلو الدنجال نديروه يتشوى نص شوي برك البنات، ما نشوهش مليح، غير ندخلوه نخلوه واحد 10 مينوت ونخرجوه باسكو غادي نضيفو عليه اللوازم الاخرين. هيا ونعاودو نرجعو معاكم في الوصفه. فوالا هاي ليك البنات للتذكير، ديروا لها كابتور ديكرون هكا، وتسحقي الزيت بيان سيغ والملح، ديروا لها كابتور ديكرون باش تعقلوا الوصفات. حنا الزينات نروحو ندخلو الدنجال تاعنا نديروه في الكوشه ونخلوه يطيب غير نص طيان. دوك نجيبو البلا ونجو بنينه البنات، بنينه والله العظيم، تجي شابه وتجي خفيفه. نديرها هنايا نستفه هكا، انا كيما تعرفوني وحدي ما نديرش بزاف صراحه، درت غير حبه ونص، ما كانش اللي ياكل اودي لا كليته. هالا هكذا هاني ستفته وندخله للفور، نخليه واحد 10 مينوت ولا ما نطيبهش مليح، ما نخليهش ينحرق، خلي فيه شويه البروك. هاني ندخله للفور ونعاود نرجع. هذه هي البنات، ونبريبارو حركت التليفون، ونبريباريو الطوماطيش تاعنا، نضيفو لها اللوازم هايليك. بون هاد الطوماطيش هادي اللي راهي عندنا، تكفيني في وقتها هنايا، صب راني جاي نجيب هادي خير، ياك ما راني قاطب عليكم بالشانكلا، شوي ديزولي، الشانكلا جابتها لي جارتي كادو. المهم نديرو الطوماطيش هنايا، نضيفو الطماطم اللي قطعناها، نزيدو عليها معدنوس والاخر والقزبر، نزيدو عليها سنينة ثوم كان يتهرس، نزيدو عليها هذيك السنينة تاع الثوم اللي قطعناها، قولي فاطمة شي ساتجة، ونديرو عليها لي زيبيس كاملين نخوهم، ونزيدو لها شوية ملح
ما نملحوهاش بزاف باسكو الفرماج مالح ولا 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 هذاك والدنجال مالح. زعما راني ننصح فيكم وانا نشوف في روحي بلي درت بزياده وندخلو عليها واحد المغرف كبيره ولا تاع زيت هكذا ونخلطوا الجميع هاك فوالا ندخلوهم مع بعضهم لبعض ونخلوها على جهه لو طون لي يطيب لنا الباذنجان تاعنا اللي تشوى لنا نص نص شوي اللي يشوي العديان فوالا هكذا نخلوها اكوتي ونستناو الباذنجان تاعنا يتشوى شويه نخرجوه ونكملوا طريقه الوصفه. راني نفسر لكم بالديتاي. قولوا في الطومشينه قولوا ونسيت لكم الزعتره بلا صوص بلا زعتر ولا بلا زعتره كل اللي ما درنا والو البنات. انا عندي يابسه نبغي هكا نحطها اللي قد شم ريحتها في لاصوص كيدا وكيدا تجي بنينه. صبروا تشوفوا جربوها والله العظيم يا البنات غير تهبل. وحمديكم تشوفوا الحاله برا كي راهي دايره عندنا لو طون لي تي بل لو باتين شيغ تاعنا بيتي جين. الاجواء الاجواء عندنا سما هاي قريب في 15 يوم ولا 20 يوم هي هكا ما بغاش تحبس. تعرفوا هذا الجار هذا تقولي حس بيا مزيه راح راح في دار رمضان يخليني صوم على زح حوجه راح وقيلا راح يصوم جاب لي ربي من الجاره الغربيه تاعنا من الجاره الغربيه قال راح لبلادو راح يصوم تما سيفو تهنيت حوجه لاسبيغاتور هرست على جاله. اي فوالا الزينات هاوليك الباذنجان تاعي خصك تخليه هكا. شوفي راني جبتها لك هكذاك مازال يفور إيه لازم تخرجيه سخون هكذا ماشي طايب بزاف. انا شعلت عليه من التحت هكا باسكو غادي يزيد يعاود يدخل الفور ويعاود يطيب باش ما يدبلكش ويولي لك هكذاك من الاخر. دركا نجيبو هذيك الطوماطيش تاعنا اللي قطعناها ونفرغو فوق منه. صبري ولي لك الطريقه هكذا وهكذا نخلطوها بيان وفوق كل حبه نديرو شويه نتاع الطماطم. صبروا نكملهم كامل وندور لكم لاكام نوريكم كيفاش الطريقه تجي هكذا. المهم راكم فهمتوني على حساب بون في ميطواش الفيديو. فوالا الزينات هاي ديك الطوماطيش كيفاش نستفوها فوقهم يجو شغل دي باركيت ست فيها فوقهم هكذا بهذه الطريقه. ودركا تزيدي عليها الفخوماج وتزينيها بحبه زيتون. وبعد ما شفتي الطوماطيش كيفاش جناها يجو شغل دي باركيت دركا نزيدو عليها الفرماج فوق كل حب فوق هذيك الطوماطيش نزيدو لو فرماج غابي ولا اي فرماج كان عندك ماشي شرط زعما بصح هذا الرابي هو اللي يزينها الصراحه اللي عمرتها بزاف هكذا. تجي بنينه يا البنات سعفوني جربوها تشوفوا وشابه تزين الطاوله ما تحشمش كثرت هكذا. انا غادي ندور لكم لا كام شوفوا شحال سخيه انا عرفش نطيب شويه حوايجها. شوف دائما ندير بالزياده معليش زياده خير من النقصان. صبروا ندور لكم لا كام فوالا هاي الطريقه البنات هكذا تجي هكذا. الفور تاعي راه شاعل غادي نقص له دركا وندخلها للفور. دوك نزينها بالزيتون انا ندير لها الزيتون كاين اللي بغات لك حال بغات كاين اللي يديرها ليه واسمو هذاك المالح نسيت كي يسموه داك الصغير مدور اللي تشبه الجلبين تا زينه على حسب الذوق. قلت لكم كاين اللي تبغيه مالح دير داك الزيتون انا ندير لها الزيتون هكا كاين اللي يدير لها الزيتون الكحل كاين دير لها الزيتون هذا كاين اللي يدير هذاك سوا كتبوا لي في لي كومونتير داك الصغير ديال كل الجلبين المالح اللي يجي في البيتزا فوالا. ودخليها الفور دوك ندخلها كي توجد نوريها لكم كيفاش جات تجي هايلة تفاصيل انا جربتها ديجا وهكا خير ما ياكلكش الزيت الدنجال راكم عارفينه
العدو ولادو تاع الزيت. المهم هايدي كيفاش جات حاول تفهم. فوالا البنات هاي هايدي كيفاش تجي هكذا. دوكا ندخلوها للفور ونخلوها حتى تطيب. ندخلها للفور فوالا. نقص لها شويه بصل راني بهلتها بزاف فوالا. وخلوها طيب على غرضها. دوك ما تبقاش واحد الجيمينيت ولا صافي طيب. بون توجد ونوريها معكم للتذكير فقط. هذا الفيديو راه مسجل في الفطار ماشي في رمضان. راني عاودتها لكم فهمتوا. خاطر غادي نحط وغادي ناكل اون سي جامي. دوك التعليقات تاكلي في رمضان ولا انا في رمضان ما نقدرش نسجل الفيديو طبعا راكم تعرفوا لا غالب. هاو ليك البنات شوفوا كيفاش راهو يطيب يجي بنين 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 بنين. ما نعاودلكمش راني غادي نطفي عليه. اي فوالا البنات هاو ليك راني خرجتو. هاي الوصفه كيفاش جات فريمون مازال سخون كيما راكم تشوفوا راه يفور. صبروا نحي لكم حبه ونديرها لكم في الطبسي باش تشوفوها. المهم هاو ليك يا البنات كيفاش جا جاي يهبل تعرفوا وتجي يجي بنينه وخفيفه. انا غادي ندوقها معكم هنا. انا نبغيه بالقارص الصراحه بغيت نزيد لها القارص. واحد شويه بسم الله هيا ليا بغيت نجيب لها راكم عارفين بهذا جاري يتكلب اليد. هاولي كيف هيجي بسم الله توب دو توب. ننصحكم تجربوها البنات بنين وخفيف. المهم الزينات هذا هو كان الفيديو تاعنا تاع اليوم. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه. ننصحكم تجربوها وردوا عليا في لي كومونتير. بسيطه وسهله ماهيش مكلفه. الدنجل ماهوش غالي على كل حال. طوماطيس صح حافظوا غالي. تهلاو في رواحكم ونبغيكم بزاف وصحه فطوركم ما شاء الله. اكدوا لي انا لا زيت قويت انا نبغي الصوت تاعها نموت عليه. تعرفوا انا نرقد في الجهه اللي منها الجهه اللي من هيه نسمعها في الليل. نحل التقاغي شويه نبغي نرقد عليها.